الآن سنذهب لشرح كيفية استخدام جهاز الفورس وكشف المعادن في حقل خارجي. دعونا نقوم بتشغيل الجهاز أولاً. سنستخدم الجهاز في وضع تمييز 2 أولاً. هذا وضع نغمتين. في هذا الوضع سيقوم الجهاز بإصدار نغمة منخفضة للمعادن غير الثمينة ونغمة أخرى مختلفة للمعادن الثمينة. الآن دعونا نشاهد وضع التمييز 3. هذا الوضع للتمييز بثلاث نغمات. الجهاز سيعطي نغمات مختلفة للمعادن غير الثمينة والمعادن الثمينة والذهب. الآن دعونا نشاهد كيفية عمل وضع البحث العام. يشار إليه أيضا أحيانا باسم وضع كل المعادن. هذا الوضع يحدث صوت طنين مستمر في الخلفية. ارتفاع هذه الأصوات يتأثر مباشرة بعمق الهدف. الجهاز لن يميز بين المعادن وسيعطي نغمة واحدة متشابهة لكل الأهداف. والآن سوف نريك كيف يمكنك استخدام الفورس كور في الرمال الشاطئية الرطبة. أولاً نقوم بتشغيل الجهاز، وبعدها سنقوم باختيار وضع الأرضية الموصلة للأراضي الناقلة كرمال الشاطئ الرطبة. سنقوم بعمل الموازنة الأرضية بشكل أوتوماتيكي ونبدأ البحث فوراً. Ha ha ha!
عند البحث على الرمال الجافة يمكنك أيضا البحث باستخدام الأوضاع الأخرى دون الحصول على إشارات خاطئة، ونحن سوف نعرض لك الآن وضع التمييز 3 كمثال. سنقوم بعمل الموازنة الأرضية بشكل أوتوماتيكي ونبدأ البحث فورا. الآن دعونا نشاهد كيفية تحديد نقطة هدف مكتشف. تحديد نقطة الهدف هو تحديد المركز أو الموقع الدقيق للهدف المكتشف. ولتحديد نقطة هدف، بعد كشف الهدف قم بتحريك قرص البحث جانبا حيث لا يوجد استجابة للهدف، واضغط على زر تحديد الهدف واستمر بالضغط واقترب من الهدف. كلما اقتربنا من مركز الهدف فإن إشارة النغمة تصبح أقوى وتتغير الحدة في الصوت. المكان الذي تحصل فيه أعلى استجابة يشير إلى قلب الهدف. وتكرار هذه العملية من بضع زوايا مختلفة يضيق مجال الكشف ويعطيك فكرة أفضل عن موقع الهدف.